مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل الانطلاقات والتحديات على أرضية هذا أيضا أرضية هذا الميدان، حيث ينطلق شوطنا أيضا الشوط أيضا 19 الذي يأتي بمنافسة أيضا الإبكار. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين بهذا التحدي المميز الذي يأتي مع منافسات هذه الأسماء الكبيرة ومنافسات هذه الشعارات المتميزة. مباشرة أبدأ مع المركز الأول، المتحدة مصبح بن عبيد بن يولك يقدم لنا المتحدة بهذا المسار المميز الذي يأتي مع مسار هذا الشوط. المركز الثاني بالرقم 6 هي الواصلة والحاضرة، خطة هزاع بن سعيد مشطيط المدهوشة يقدم لنا انطلاقة هذا الاسم الكبير مع تقديم خطة الواصلة على المركز الثاني. المركز الثالث الوصول والقدوم من قبل ايضا تهشى محمد بن عبيد بن علي بن عبد الله بن معدن يتقدم على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول والقدوم من قبل ايضا الواصلة والحاضرة بهذا المسار، الضبي محمد بسار بن عبيد بن دغيش الكتبي يتقدم بهذه اللحظات. تحركت الاسماء وانطلقت الشعارات من اجل نيل الفوز والانتصار ونيل ناموس من أرضية هذا الميدان. عزايم قادمة، سليم بن سالم بن علي الدرعي واصلا بهذه اللحظات مع هذا الانطلاق الكبير الذي يأتي مع الأسماء الكبيرة الذي يأتي مع الأسماء المتميزة، ولكن المدهوشي مع الصدارة، المدهوشي مع المركز الأول. هزاع بن سعيد مشطيط المدهوشي يقدم لنا خطة على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط، من تنفرد على صدارة التحدي والمنافسة. لكن شوف القادمة، شوف جود الواصلة، الواصلة جود سالم بن محمد بن حزيم الفلاسي من يتقدم مع المسار المميز مع انطلاقة جود، ولكن المدهوشي على الصدارة ليقدم لنا خطة، خطتها بالفوز والانتصار. جود وخطة، خطة وجود، ولكن الله الله يا المدهوشي روح لأبناء السلطنة بالفوز والانتصار. هزاع بن سعيد مشطيط المدهوشي مع الناموس، مع الناموس، مع الناموس. سلام يا خطة، سلام على تحقيق الفوز والانتصار وانتزاع ناموس هذا الشوط بالفوز والانتصار. المركز الثاني لسالم بن محمد بن حسين، المركز الثالث ايضا المتحدة مصبح بن عبيد بن يولك، ايضا تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لمالك خطة هزاع بن سعيد مشطيط المدهوشي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، وتوقيتها 2:55.